السلام عليكم ورحمة الله. كديرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، أموركم هانية. كنتمنى أنكم تكونوا كلكم في أمان الله وفي صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. وكنبدأ بالصلاة على رسول الله، اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد. اليوم مع بدا شوية الحال كيسخن، قلت زعما نشارك معكم واحد الكلاص اللي كيجي ساهل نفرحوا به الوليدات باركين ويبغيو شي حاجة اللي باردة. قلت نشارك معكم، هما راه كاين العديد من لي كلاصاج، وانا قلت ندير معكم بعد هذا، ومن هنا لقدام ان شاء الله نديرو بولو، نديرو بزاف ديال الكلاص. المهم اليوم قلت غنشارك معكم هذا، راه ساهل غادي نحتاجو فيه ان شاء الله باذن الله. علبه ديال ايترو ديال فويت ديال عفوا ديال هاد لاكريم، هاد الماركه كتجي لذيذه، واللي ما بغاتش دير هذا راه تدير غير لا كريم شونتيي كطربو راه كيجي حتى هو مزيان. المهم هذا غير بالنسبه للبنه، المذاق راه تيجي لذيذ وزوين اللي بغات تهلا في راسها وفي الوليدات راه تتشري هذا زوين. المهم انا خديت ايترو علبه من هذا، اللي بغات دير نص ايترو ديالو راه كاينه العلبه الصغيره ديال نص ايترو، وكاينه هذه ديال ايترو اللي بغات دير ايترو راه تديرو. بسم الله غادي نديرو ايترو من هذا النوع ديال الكريمه. غنديروا واحد تقريبا كاس ديال فويتينغ، عندنا كاس ديال الحليب ديال نيدو خديته كاس ودوزته في مقيله تحمرته مزيان بحال الشكل ديال الطحين اللي نكونوا باغي نديرو في سلو. انا راه غنبغي نوضح لكم مزيان باش حتى شي حاجه ما تبقى تالفه ليكم. المهم واللي ما عرفاتش شي حاجه راه تتقول لي في التعليق ومرحبا بها. انا خديت قلت لكم كاس ديال نيدو، قويت عليكم الهضره ماشي مشكله، انا تنبغي غير نشرح. خديت كاس ديال نيدو درته في المقله ودوزته مزيان حتى تحمر وراه تيعطينا هذا اللون. هذا هو السر في هذا الكلاص، راه كيجي غزال. وهذا الكلاص راه ما تنساوش على انه كيتحط مع الديسير، اللي بغى مثلا تيكونوا جايين عندك الضيوف تتحطيه مع الديسير، تيتقدموا راه تيخدموا بلي كوموند. هذا لي كلاص تيتخدموا واقيلا ب 60 درهم الكيلو، راه تيجيو رائعين. علاش لا ما نخدموهمش في دارنا، راه كيجيو زوينين. المهم كيف ما قلنا عندنا علبه ديال الكريمه، عندنا كاس ديال الفويتين، عندنا كاس ديال الحليب نيدو من بعد ما دوزته في مقله حمرته وخليته شويه تبرد، عندي كاس تقريبا ولا كاس لاروب ديال هاد البيبي دي شوكولا، وعندي هنا كاس هنا غير خبيته في زلافه، هو راه غير كاس ديال ما بين اللوز والقرقاع. اي نوع ديال المكسرات ممكن ديريها الا دوك الفواكه اللي هي طريه، ما يمكنش لينا نديروها في لي كلاص حيت كتطلق لينا الماء، كنفضلوا على اننا ما نديروهاش في هاد لي كلاص. المهم اي فواكه جافه عندك ممكن ديري، عندك نواد كوكو نواد كاجو كلوز القرقاع البيستاش اي حاجه عندك ممكن دير باش تعطينا الكروكون. المهم بسم الله غادي ناخذ اول حاجه، غادي ناخذ هاد الكريمه، نخلي هادو هنا وغادي ناخذ هاد الكريمه غادي نطلعها، ما غاديش تحتاج للسنيده كيف ما قلت لكم، هذه راه فيها كلشي. غادي ناخذ طبق بسم الله، الكريمه بطبيعه الحال غتكون بارده. غادي نطلع هاد الكريمه مزيان، شوفوا كيفاش كتجي، كتجي زوينه، هي خاتره وزوينه. اللي بغات تعوضها بلا كريم شونتي راه كديرو لا كريم شونتي، حتى هو راه متوفر عند كلشي، حتى هو راه كيجي مزيان غير بالنسبه للمذاق. وبطبيعه الحال شونتي الا بغيتي يطلع لك رخيص راه تديريه كتنكهيه باي نكهه عندك. هاد الكلاص راه ممكن تنكهيه باي نكهه عندك، انا كنفضلو بالنكهه ديال الكراميل، ما غاديش ننكهو دابا، انا غير غنزينو بالكراميل مع هاد المكسرات راه تيجي زين. بسم الله انا اول حاجه غادي نطلع هاد الكريمه ونعاودو نطلق.
شي مشكل غادي نعاود نديرو هنا. غادي نجيب واحد الورقه ديال الكويسه، غادي ناخذ واحد الورقه ديال باربي كويسه. وكيف ما شفتوا هذا السنيده، كاس ديال السنيده درتو في مقله ما كتلصقش حتى تكراميليزا لينا، ودرت فيه داك الكاس ديال اللوز مع القرقاع، وغادي ننزلو هنا في هذا الباربي كويسه هكا الورقه ديال الزبده، وغادي نسرحو بحال هذا الشكل هذا عيب شويه بشويه، حيت عرفتوا السنيده اشنو كيوقع لها ملي كتكراميليز راه كتولي تتلصق. غادي نسرحو بحال هذا الشكل هذا، هذا تيعطينا الشكل ديال النوبه، هو باش غادي نزينو الكلاص ديالنا. صافي غادي نسرحو بحال هكا، وغادي نديرو في الفريغو حتى يبرد لينا مزيان، ونعاود نخرجو باش غادي نزين به ونطحن منه اللي غادي ندير في الوسط ديال الكلاص. صافي بهذا الشكل هذا غير نسرحو مزيان، هاد التسراح علاش غير باش كيبرد لينا. عندكم راه سخون، صافي غنسرحو بحال هكا وغنديرو فشي بلاصه بارده ونخليه. وهنايا غادي نكمل التحضير ديال الكلاص ديالنا على هاد المقادير كاملين. غادي نزيد داك الكاس ديال الفويتين، وغادي نزيد عليهم بيبي شوكولا، كنتمنى ان التصوير يكون واضح. وغادي نزيد الكاس ديال نيدو، انا راه ما درتوش كامل هنا، غادي نزيد مازال غنبرد I'm not afraid to die.
الفيلم اليمونتير غادي نفرشه هو الاول واش بين التصوير ولا لا ما عرفتش المهم انا قديت المهم كنفرش فيه هذاك الفيلم اليمونتير وكنخليه فيه نحاول الا بغيت ندهن شويه هادو بالزيت باش ما يلصقش ليا غير دوك الجوانب الا بغيت باش ما يلصقش وصافي ما هو راه ما غاديش يلصق حيت كنعرفوا ان الثلج ما غاديش يلصق لينا صافي وغندوزو هنا الداخل نحاول ندوزو هنا الداخل اسمحوا لي صافي من بعد ما دهنتو غادي نفرغ فيه هاد بسم الله غير بشويه هي راه كميه كبيره وهو كل ما جا عالي كيجي زوين كيجي ورا كيف ما قلت لكم هذا راه تيتخدم بالكوموند كاينين تيخدموه بالكوموند علاش لا ما نخدموش الروسنا مازال ان شاء الله غادي نشارك معكم شي كلاصات اخرين منكهين بنكهه هاد الخوخ دابا راه عندنا الخوخ كاين اللي منكهه بنكهه ديال الخوخ كل كلاص كيكون منكه بشي نكهه كاين مشماش كاين برتقال كاين حامض دابا انا هذا درته غير بالنوغا وغادي نزينه بالكريم كراميل غادي نقاد ليه الجوج ديالو وغادي ندخلو المدة ديال 5 حتى 6 السوايع تيبان ليا تكلاصة مزيان وعاد غادي نخرجو نشوفو غادي نملس ليه هنايا أنا درت غير بسباتولا نملس ليه مزيان الوجه ديالو وكيف ما قلنا غادي ندخلو الكونجيلاتور غادي نخليه غادي نخليه 5 حتى 6 السوايع وعاد غادي نعاودو نطلقاو باش نشوفو كيفاش غادي نزينوه في الأخر المهم انا رجعت معكم بعد ما حيدت الكلاص ديالنا من القالب ها نتوما كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي راه اخر لحظه عاد كتجبدوه انا راه خليته المده دابا ديال تقريبا ديال 6 حتى 7 ديال السوايع صافي غادي نجيب هذيك النوغا اللي درت قبيله ها هي راه شديتها تبعتها غير بدلاك وغادي نفرتها بحال هكا كيف ما كتشوفوا غادي نفرتها بحال هذا الشكل هذا وغادي نزين بها الكلاص ديالنا بهذا الشكل هذا راه كيجي رائع وفيه كروكون اللي تيبغي شي حاجه تتقرمش راه كيجي داك الشيء كيتقرمش وعلاش لا ما نصوبوش راسنا صافي ها هو زينته بهذا النوغا
انا خاصه شي عجبني هذا الكلاص، راه كيجي زوين كيجي فن، كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. صافي غادي ناخذ شويه ديال الكريم كراميل، غادي ندير مازال شي مره اخرى وغادي ندير لكم هاد لي صوص كاملين، الصوص ديال الكلاصاج وديال الكريم كراميل. المهم هذا صوبته، درته في هاد البلاستيكه، ما بغيتش نديرو في لابوش، درته في هاد البلاستيكه. غادي نثقب تقيبه صغيره وغادي نزيكزاكي به هذا. بسم الله بسم الله، صافي غنزيكزاكي بحال هكا. صافي، وممكن اللي بغى يديرو على شكل قلب، اللي بغى يديرو على شي شكل اخر، عندكم الاختيار. وكيف ما كنقول لكم هاد لاصوص كراميل شي نهار غادي نصوبو معكم هنا في القناه، مازال ليا لي صوص ما صوبتهمش، ان شاء الله غادي نصوبو معكم لي صوص لا مالحين لا الحلوين، كيجيو هائلين. اللهم شي حاجه ديال الدار وبصحتكم وراحتكم. ها هو كيف ما كتشوفوا الكلاص ديالنا ديال تحمات الوجه، وكيجي زوين مع شي ديسير كتقدميه، كديري مع شي ديسير هكا كتقدميه، راه كيجي زوين ورائع. وكنتمنى انكم تجربوه وشوفوا العلو ديالو، كل ما عليتوه كيجي زوين، ولكن كنفضل على انه يبقى قد هاد بحال هاد العلو هذا، راه كيجي زوين ومبرد وما فيها باس نبردوا به وليداتنا في هاد الصيف. وبصحتكم وراحتكم، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.